عندنا هنا طبعا دقيق وزبده، بيتحط له زبده 150 جرام، 3 كوبايات وربع دقيق. عندنا بيضتين، معلقه ونص خميره، دول طبعا اكتر بكتير، احنا مش عايزين غير معلقه ونص بس. وعندنا فانيليا. للحشوه عندنا سكر وكاكاو وقهوه سريعه الذوبان. وللوش عندنا زبده، بس الزبده عايزينها تفضل ساقعه، ودقيق وسكر. الدقيق 3 كوبايات وربع، وعندنا عايزين بس معلقه ونص خميره، ادي معلقه وادي النص، دول زياده مش عايزينهم. هنحط بقى بقيه المقادير عندنا، اللي هي الزبده بيض والفانيليا. هنعجن العجينه بقى لغايه ما تبقى هي ما بتحتاجش ميه. السكر والقهوه والكاكاو هنقلبهم مع بعض. هنحط تقريبا 50 جرام زبده مع نص كوبايه دقيق. مع السكر، وهنبتدي نفركهم فرك، شايفين يعني بس كده بطرف صوابعي كده، بس بطرف الصوابع. خلاص كده تمام. هناخد الحشوة بتاعتنا، هناخدها دلوقتي بعد ما لفيناها كده، وهنعملها بالشكل ده كده، وبعدين هنضفرها، هنعملها طفيرة، هنحطها هنا في القالب، وهندهن العجينة بتاعتنا بيها، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 مش أكتر، بتقعد تقريبا 40 دقيقة.